السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ احب امس طبعا على كل حبايبنا اللي شغالين في مجال المساحة. النهاردة الفيديو دوت يعتبر الفيديو باين الخامس في شرح جهاز تريمبل R8. الفيديو طبعا هيتكلم عن ازاي تهيئ الجهاز بقى وتبدأ العمل المساحي بتاعك من رفع وتوقيع. هنعلمكم ازاي يا شباب. يلا عشان بس الفيديو ايه ما يطولش، تعالى رومان. طبعا يا جماعة، ديت شاشة الكنترول. احنا قعدنا في العربية طبعا عشان بره الدنيا شمس. دي الشاشة اللي بتظهر لي على طول، تظهر لي في كل مرة. في كنترولات طبعا بتظهر، احنا كنا قلنا الكلام ده في فيديوهات سابقة. في كنترولات بتظهر الشاشة بالطريقة ديت، اول ما تفتح بتظهر بالطريقة ديت، فبتتك على الأيقونة ديت، علامة الويندوز تريمبل اكسس. هو بيحمل معايا دلوقتي يا شباب. بيحمل معايا عشان اهو دلوقتي هو بتخش القايمة اللي هي بتظهر لي أنا. ممكن تظهر لشباب تانية القايمة التانية عشان توصل للقايمة دي، قايمة الشغل بتاعتك. خش على جونيور سيرفي، قبل أي حاجة يا جماعة. انت الأول قبل ما تعمل الجوب أو تجيب جوب انت اشتغلته قبل كده، لازما احنا قلنا الكلام ده بس هنراجعه بقى ايه عشان الكاميرا واضحة دلوقتي. لازم تعمل كونكت اللي هو البلوتوث. طب هتجيب البلوتوث منين؟ احنا قلناها في فيديو سابق بطريقتين، لكن انا هشتغل بطريقة واحدة بس اللي قدامي عشان وقت الفيديو. هنخش على جي ان اس، نرجع تاني انسترومنت جي ان ان اس فانكشن. جالك الايه اللوحة ديت، هي فيها كل الشغل. جالك اللي ايه عندك اهو، بيز مود، روفر مود، عندك البلوتوث اهو. تتأكد الاول السيريال نمبر بتاع الايه الروفر ده، اول واحد اهو القايمة المنسدلة ديت اهو، تك عليها، تك هنا، تمام. ده كده البلوتوث، انت كده دخلت عملت كونكت عن طريق البلوتوث للروفر والايه والبيز عن طريق ايه السير نمبر. اكسبت، خلاص كده انت كده تمام. طيب انا دلوقتي ممكن ابدا العمل المساحي من هنا، بس انا هرجع ورا. خلاص، عاوز ادخل دلوقتي ايه الجوب. احنا شرحناه في الفيديو اللي فات، عملنا نيو ايه جوب، ازاي تتعمل نيو جوب، ازاي ممكن تدخل اسمك، ممكن تدخل التاريخ زي ما تحب اللي انت عاوزه. ده بتدخل الجوب بتاعك. راجع الفيديوهات اللي فاتت وانت هتعرف الايه ازاي بتدخل الجوب. لكن انا دلوقتي انا مش عاوز اعمل نيو جوب، انا عندي شغل مثلا اشتغلت امبارح وعاوز اكمل على الشغل بتاع مثلا امس، بتاع امس او بتاع امبارح، هعمل ايه؟ اخش على جوب، اخش على اوبن جوب. خلاص اوبن جوب عندي، فابحث عن الشغل اللي انا الملف اللي انا كنت عامله امبارح. بيقول لك سيلكت جوب فوق اهي، ابحث لي عن الجوب. طب انا كنت عامل جوب امبارح اللي هو كان 7/12، 7/12 اتك عليه احمد اهوت، 7/12 راح جاي متك عليه، تمام. انا كده دخلت الجوب اللي هو كنت شغال فيه امبارح، تمام زي الفل. انا كده عملت الكونكت وعملت الايه الجوب. اخش بقى على الموضوع بقى الفيديو النهارده ده كله كان مراجعه، اللي هو بنخش على قائمه ايه ميجر، من ميجر دي تحت الجوب اهي جنب ستيك اوت اهي، تك عليها. خش على حاجة اسمها ار تي كي،
اهو ستارت بيز ريسيفر. انا دلوقتي هشتغل على اول حاجه على الايه، على البيز الوحده الثابته بتاعتي هشتغل عليها. فانا اروح جاي اعمل ستارت بيز ايه ريسيفر. هو دلوقتي ايه عاوز يقرا الايه السير نمبر بتاع البيز عن طريق البلوتوث اهو. هو لسه بيقول لك اصبر، انا دلوقتي اهو قال لك ستارت سيرفي ار تي كي. تمام، جينا على النقطه، هو بقى بيقول لك دخل لي بيقول لي دخل لي احداثيات الايه النقطه عندي اللي هي بوينت ايه نيم، احنا دخلناها المره اللي فاتت اللي هي كي ان يدوي. انا دلوقتي اهو بتتكي على السهم اللي جنب النقطه، بيقول لك عاوز تدخلها ليست او عاوز تبحث عنها في الذاكره او عاوز تدخلها ايه يدوي. فلو دخلتها يدوي هو بيجيب لك صفحه تانية، الصفحه دي بيقول لك حط لي بقى ايه البوينت نيم الكود الاستنج النورسنج. احنا عملنا ده في صفحه في فيديو سابق، عملنا ده في فيديو ايه سابق. طب في حاجه تحت هنا يا جماعه ممكن يقول لك هير، انت ممكن تدخل الاحداثيات ديت، بس الاحداثيات ديت يا جماعه فيها هتبقى فيها نسبه مش مظبوطه، هتبقى مثلا من 1 متر ل 2 متر. ممكن الهير ديت بيقول لك هو ممكن الجي بي اس هيدخل لك الاحداثيات بتاعت النقطه الثابته اللي هو البيز واقف عليها دلوقتي، بس طبعا ما بتبقاش ايه مظبوطه. لو انا عملت له كده هو جاب لك الاحداثيات او جاب لك الاست الاستنج والنورسنج والايه والالفيجن. لو عملت الاحداثيات دي وقارنتها بالاحداثيات اللي انت رافعها مظبوط هتلاقي فيها فرق ولا يقل لا يقل عن 2 متر 3 متر. فالافضل لا انا ما بشتغلش، بس انا بتاكد ممكن ااكد بالاحداثيات دي مع الاحداثيات التانية اللي هي قريبه منها ولا لا. فارجع تاني، انا مش عاوز ادخلها ايه كي ان، ادخلها ايه ليست عن طريق الجوب اللي انا كنت ايه عامله امس. راح جاي مدخلنا اهوت على مجموعه النقاط اللي انا كنت ايه مدخلها امس واللي انا اشتغلت بيها امس. طيب النقطه بتاعت امس ديت اللي هي ايه، انا عندي النقطه الثابته ديت الكود بتاعها تي بي تي بي 2 تي بي 2. طيب انا عندي اهو راح جاي متك عليها دخلت عندي اهوت وحط لي الكود بتاعها اهو. قال لي هنا دخل لي الفيكس اللي هو لا ارتفاع انتنا هايت انتنا يا جماعه. هو بيقول لي دخل لي ارتفاع الجهاز البيز بتاعي اللي هو انتنا هايت. طب اعمل له ايه؟ فبجيب الميتر بتاعي، بجيب الميتر بتاعي. تعالى كده يا رومان، ببدا من تحت هنا من الكروس. اطلع كده يا رومان، اطلع 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 لغايه فين البيز، لغايه السنتر ده، لغايه السنتر ده. في جي بي اسات ممكن بياخد من هنا، ممكن بياخد الارتفاع بتاعه من هنا وعن طريق برنامج بالكنترول بتدخله الارتفاع، لكن هنا انا عندي انا بدخل من هنا سنتر اوف ايه بامبر، سنتر اوف بامبر. فانا عندي الارتفاع هنا كام؟ ادي ده متر كده 50 60 70 71 وملالي 1 2 3 و3 مللي، يبقى متر 71 و3 مللي. ده بس ليه الارتفاع اللي انا حبيت ايه اوضحه لكم. هندخل الارتفاع يا جماعه، الارتفاع احنا قلنا ايه متر بوينت 713 ايه مللي. اروح جاي قايل له ايه انتر. لقط معايا فين؟ هو على طول لما اجي بشتغل على البيز بيبقى لقيت معايا ايه راس البيز اهيت، وحاطط لي الارتفاع ايه متر 71 ايه و3. طب انا ينفع احط له بوتون؟ لا غلط، هتروح جاي سنتر اوف ايه بامبر. انا وضحت لكم الحته دي كذا مره في كذا فيديو لانها مهمه من الارتفاع، لانها هتضيع معاك الارتفاع كده كله. تمام انا ظبطت الدنيا، اروح جاي قايل ايه ستارت. ستارت ريسيف اوكي بيز ستارتنج. خلاص كده انا البيز بتاعي تمام. طب اشتغل ايه؟ انا كده خلصت الايه البيز، عاوز اشتغل على الروفر. هروح جاي عامل ايه؟ داخل بردك على ميجر، ميجر دي القايمه بتاعتنا الاساسيه يا جماعه. هروح جاي متكه هنا على الار تي كي، احنا بنشتغل على الرصد اللحظي ار تي كي. هروح جاي قايل ميجر بوينت، مش ستارت بيز ريسيف، لا ميجر بوينت اللي هو المسؤول عن النقاط. مين؟ الروفر. خش على الروفر. هو دلوقتي الروفر بيعمل ايه؟ البلوتوث اهو، البلوتوث بيقرا السير نمبر بتاع الايه بتاع الروفر. تمام ستارت اوكي بيحمل اوكي. اروح جاي اعمل له ايه اكسبت. بص اول ما عملت كده بص هناك
ستارتنج اهو سيرفي. اول هناك راح جاي ايه لقيت ايه الراديو، الشبكه بتاعتي الراديو اهو، وراح جاي جاب لي راس الايه، راس الروفر الوحده المتحركه بتاعتي اهو. لقيت اقمار، القمر الصناعي والايه والايه والروفر، عندي راس الروفر اهي. طيب تعال نخش ايه هنا. انا طبعا كنت عامل على اخر حاجه، انا عاوز دلوقتي اشتغل ريبيت بوينت، انا بشتغل ريبيت بوينت. عاوز تشتغل توبو بوينت، ان انت تاخد 5 رصدات وياخد المتوسط مفيش مشكله. عاوز اللي هو اوبزيرف كنترول بوينت، ديت دي المسؤوله عن النقاط اللي هي اللي انا اللي البيز واقف عليها دي، اللي هي النقاط الثابته، نقاط الكنترول بتاعتك، لكن انا مش هستخدمها. كالبريتيشن بوينت ديت دي المسؤولة لو انت عاوز تحول الاحداثيات بتاعتك من ايه، الاحداثيات اللي هي جي بي اس العالمية دي لاحداثيات محلية، لكن دي طبعا احنا ما حدش بيستخدمها، ممكن الناس بتستخدمها، لكن التلاتة دول هم اللي بيستخدموا. انا بستخدم الريبيت بوينت، الرصد اللحظي لحظة خلاص. هنا بيقول لي دخل لي مثلا بوينت، البوينت نيم احنا قلنا احنا ده جوب قديم، جوب اللي هو عملناه امس، فبنعمل ايه، ممكن نبدأ مثلا احط يا عم 500، مع ان ما وصلتش ل 500، هبدأ النقاط بتاعت اليوم ده من 500 واحط الكود بتاعي. انا عاوز ارفع مثلا، اول ما ابدأ ارفع ايه طريق، اروح جاي حط رود، واروح جاي حط طريقة الرصد بتاعتي. هنا بيقول لي الانتنة بتاعتي بقى الروفر بتاعي، عاوز احط الروفر بتاعي اعمل ايه. تعالى هوضح لكم الروفر ايه بيتعمل ازاي. ده يا جماعه الروفر بتاعنا اهوت، والراس بتاعته اهيت، والعصا بتاعته اللي هي البور ريتش بول. انا هعمل ايه عندي ده كده، انا عامل على متر 80، عامل على متر ايه 80. ف اللي انا بستخدمه احنا قلنا في البيز بيستخدم سنتر اوف بارما هنا، لكن الروفر بستخدم البوتوم تحت الراس، من تحت الراس ده كده من هنا لتحت في الارض، عامل كام متر، كام متر 80. ده عاوز اوضحه، ممكن تزود، ممكن تخليه 2 متر هيطلع معاك 2 متر، ممكن تخليه 2 متر 20 زي ما انت عاوز. ده بس انا كنت ايه عاوز اوضحه. انا بعد ما دخلت يا جماعه ان شاء الله بدخلت اهوت البوينت نيم، الكود، طريقه الرصد بتاعتي، انا عاوزها ايه، بدخل الايه الانتن، بدخل انتن ايه متر بوينت 80 انتر، تك انتر، ظهرت لي فين اهو، ظهرت لي متر 80. يبقى انت بتشتغل البيز، بيظهر لك هنا البيز، بتشتغل هنا، معلش انا اتك عليه، ممكن تتك عليه هيظهر لك الخصائص بتاعته على الراس دي نفسها خلاص. يبقى انت بتشتغل البيز بيظهر لك البيز، بتشتغل الروفر بيظهر لك الايه الروفر. يبقى انا حطيت ايه المتر 80. طب انا عندي دلوقتي ازاي بقى الارتفاع، هقيس الارتفاع لسه، احنا قلنا ايه بوتون اوف انتنا مونت، يعني ده مهمه جدا، دي برضو كان بركز عليها لانها مهمه جدا خلاص. دي كده انا هبدا بقى ايه شغلي، انا هبدا دلوقتي ارفع، اعمل الرفع المساحي. اوضح لكم يا جماعه في فيديو تاني الرفع المساحي، تابعونا بس في الفيديوهات هوضح لكم الرفع المساحي. كده يا جماعه انا بقيت جاهز للعمل المساحي بتاعي، ابدا بقى رفع، ابدا اوقع، ابدا اعمل اللي انا عاوزه. انا كده الجهاز بتاعي زي الفل شغال. عاوز اوضح لكم بس قبل ما افصل، تعالى تعالى يا رومان، تعالى بص كده على البيز، شوف راس البيز ده يا جماعه، تعالى هنا يا رومان. انا عندي اهو شغال، ده الباور شغال بتاعي، ده الساتلايت، ده الراديو بتاعي اهو، النبضه دي الخضره دي، ده كده شغال زي الفل. تعالى كده هنا يا جماعه، النبضه الحمراء ديت ده كده معناته اللي هو شغال، النبضه الحمراء دي معناته اللي هو ايه شغال معايا في التمرين، وهو بيبقى واصل هنا عندك في الكنترولر. بس يا جماعه ده انا بس عاوز اوضح، ده اللي انا كنت عاوز ازاي تبدا العمل المساحي بتاعك عن طريق جهاز جي بي اس تريمبل ار 8. و متنسوناش بس يا جماعة من دعواتكم، ده اللي أنا طالبه منكم، إنك تدعوا لنا بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.